محاولات، كان أكثر وصولا وتصدى لكل المحاولات الحارس دي غريغوريو. فرصة سنابريا، الهدف الأول، الهدف الأول عن طريق سنابريا. كنت أتحدث عن أفضلية تورينو في الشوط الأول، فأكد سنابريا هذه الأفضلية بهدف جميل، بهدف رائع، بهدف مميز في بداية الشوط الثاني. الهدف رقم 11 للاعب الأورغوياني في بطولة السيريا. أي بداية للتورو في هذا الشوط، أي بداية لفريق تورينو في بداية الشوط الثاني. سنابريا يستلم، يمر، يصوب كرة قوية، يعجز، يعجز. إيتسو، بيسينا، بيسينا كعب قدم ممتاز إلى بيتانيا، بيتانيا والتمهيد، تصويبة! الله 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 الله، هدف رائع، هدف رائع. ضغط مونزا وعدل النتيجة أخيرا عن طريق البديل كابراري. الهدف الخامس للمهاجم الإيطالي في السيريا. جالياني سعيد بكل تأكيد، الفرحة كبيرة في مدرجات جمهور مونزا. هدف جميل وجميل جدا، هدف عن طريق البديل كابراري. لعبة جميلة بدأها تشوريا بالكرة الطولية، لمسة من بيتانيا الرأسية.